حياكم مشاهدين الكرام. إن العملات الإسلامية تعتبر مرجعا هاما لتاريخ العالم الإسلامي، وفي الحقيقة أن التأمل في العملات الإسلامية يؤكد لنا عظم الحضارة الإسلامية، وتستمد الأمم هويتها من تراثها الساري في أعماق أبنائها وأصالتها المتجذرة في قلب التاريخ. معنا مشاهدين الكرام في الأستوديو الأستاذ عبد الله بن جاسم المطيري، مستشار رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون لشؤون المتاحف والتراث. حياك الله أستاذي. الله يحييك. صباح الخير. الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. طيب أستاذي، في البداية نتحدث عن يعني العملات الإسلامية ودورها الكبير في أيضا يعني نقل هذه الحضارة ونقل ما وصلت إليه يعني الحضارة الإسلامية، سواء من بداية العملة النقدية إذا كانت معادن أو ورقية حتى ما وصلت إليه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بادي ذي بدء طبعا أشكر قناة الشارقة وكل العاملين فيها، طبعا من المدير العام الله يبارك فيك، وطبعا بهالمناسبة أحيي أدبا أستاذي ومعلمي شيخ الثقافة والتراث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الذي له الفضل في استمراري في هذه الهواية ودعمه المتواصل لي. يعني يا سيدي، بالنسبة لسؤالك حول المسكوكات الإسلامية تحديدا، لأن أنا متخصص في العملات الإسلامية، وإن كان طبعا العملات أقدم ما أنا سأتكلم عنه، لأن أول من عرف العالم وعرفت الإنسانية المسكوكات كانت في عهد مملكة ليديا في وسط آسيا في سنة 652 قبل الميلاد، لأن كان قبل تعرف النظام المقايضة. فطبعا هذا كان كثير ما يواجه كثير من المشاكل، فلذلك ابتكروا عملة تشبه إلى حد كبير حبة الفاصوليا، مزيج من الذهب والفضة، عليها صورة أسد فاتح فمه. ناتي إلى العصر الإسلامي. طبعا عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان المتداول في الجزيرة العربية نقدين، النقد الفارسي الساساني والنقد البيزنطي اللي كان يسك في بلاد الشام. وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان متداولا قبل الدعوة، وكذلك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وتم له فتح بلاد فارس. وإعلانا بسقوط دور السك هناك أمر بإضافة بسم الله أو بسم الله ربي على المسكوكات الفارسية مع إبقاء الماثورات السابقة كما هي. واستمر طبعا هذا النوع من التعريب حتى خلافة عبد الملك بن مروان، وتحديدا في عام 77 عندما جرد النقود من الشوائب الفارسية والبيزنطية. فعلى سبيل المثال، نحن طالما نتكلم عن منطقتنا، هذا درهم لابن الإمارات القائد المهلب ابن أبي صفرة. جميل. صاحب دبا سك دراهم على الطراز الساساني وكتب طبعا باسم بالخط الفهلوي وكذلك بسم الله في هامش القطعة. هذه من الدراهم الساسانية اللي هي قبل التعريب. ثم جاء مثل ما ذكرت عصر التعريب الكلي. طبعا هذا الدينار اللي هو 77 الآن يعد من نفايس المسكوكات، يعني تجاوز قيمته المليون دولار. طيب استاذ عبد الله نرفعه بس اساس يشوفون ايضا. هذا الثاني صحيح؟ اي هذا الدينار اللي هو بعد التعريب. ايوه نعم، لكن مش الدينار اللي هو اللي ذكرته انا. هذه سنتين بعد هذا التاريخ. هذه النادره تعتبر النادره 77 77 اللي هي الوحيده في تقريبا. أيوة. تمام، يعني من القلائل الموجوده. لكن النقود الأموية طبعا استمرت، وطبعا عشان بس نعرف المشاهد الكريم على أن العبارات أو الآيات التي رفعت على النقود لها دلالة من الأمور السيادية. النقود أصبحت يعني أمر سيادي للدولة. فلذلك الخليفة بنفسه ينزل عند دار السك، وهو الذي يحدد العيار. أيوة. ويحدد الوزن، وهو الذي يحدد ماذا سيكتب على القطعة. فمثلا عبد الملك كتب على الهامش محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفي المركز لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في الوهي الثاني كتب بسم الله، ضرب هذا الدينار سنة 77، وفي المركز الله أحد الله صمد، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. واستمر هذا النوع من السك حتى سقطت الخلافة
في 132 وقامت على أنقاضها الخلافة العباسية اللي ما غيرت إلا شيء يسير بأن حذفت سورة الإخلاص وبقت على باقي العملات. إذا بنتكلم عن دولة الإمارات، استخدامات العملات الإسلامية في دولتنا، بداية الاستخدامات وأهمية العملات الإسلامية. يا سيدتي، الإمارات كانت تعد ثغر من الثغور في العصر الإسلامي، فلذلك اهتمت الخلافة الأموية وكذلك الخلافة العباسية، ثم جاء عصر الدويلات. نجد أن دويلات محلية سكت نقود واستخدمت هذه النقود، منها على سبيل المثال نقود بني سامة في عمان وكذلك في منطقة الإمارات، ثم النقود الوجهية التي لا تختلف كثيرا عن نقود العباسية الصرف إلا من خلال إضافة اسم الحاكم على القطعة إضافة إلى اسم الخليفة. وثم جاء العهد المكرمي فسكت النقود المكرمية واقتصر سكة فقط على الدنانير الذهبية. الإمارات طبعا مثل ما ذكرت أنها كانت محطة للقوافل وملتقى للقوافل التجارية، وكانت همزة وصل بين الشرق والغرب. جميل. طيب أستاذ خلينا نتحدث عن قيمة الدرهم أو الدينار أو المسكوكة نفسها، ماذا كانت تعادل؟ يعني اليوم معروفة الخمسين درهم شو أشتري فيها والعشر درهم شو أشتري فيها، كيف كانت تميز هذه؟ طال عمرك الدينار وزنه الشرعي 4.25 جرام. حلو. والدرهم وزنه 2.70 جرام وأحيانا يكون 80. وكان الدينار يعادل 12 درهم من الدراهم الفضية. والدرهم الفضي يعادل 40 فلس من الفلوس النحاسية. قيمة الدينار طبعا في ذاك الوقت كانت قيمة كبيرة. ولا تنسون أن في ذاك الوقت كانت الأمور الأشياء المواد رخيصة والأشياء متوفرة. حتى في العصر الحديث نحن عندنا كانت المواد موجودة لكن كانت الفلوس شحيحة. لكن الحمد لله يعني ما مر علي في عصر من العصور الإسلامية أنها تأثرت بالاقتصاد، كان الاقتصاد الإسلامي قوي، والدليل على ذلك وجود الدنانير الإسلامية الذهبية بكثرة. أحيانا بعض الدول تكتفي بأن تسك بس دنانير لأنه مو محتاج تسوي دراهم. على سبيل المثال الدولة الطولونية في مصر دولة صغيرة، نجد أن الآن في 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 المزادات قيمة الدرهم الفضي أغلى من قيمة الدينار لأن الدينار متوفر والدرهم صحيح. إذا بنتكلم شوي عن شوفني عملات معدنية، أما العملات الورقية بالنسبة لي الورقية كيف الطبعة؟ والله سؤال وجيه. ما عرف العالم القديم قصدي نقود من الورق. ولكن عرف نقود من الورق هي الفضة، لكن الورق ظهر حديث. أول ما ظهر يقال بأن أول من سك عملة من الجلد أطلق عليها تشاو السلطان بايدو حفيد هولاكو. حلو. لكن ما وقفنا على شيء مثل هذا. لكن في العصر الحديث سكت الصين والدولة العثمانية نقود من الورق. هذه أول ما عرف العالم من نقود ورقية، ولكن كان السائد في الماضي في مختلف الدول والأماكن كانت هي الذهب والفضة. سبحان الله. يعني الآن العملة المعدنية أصبحت نادرة، يعني اليوم تتعامل بالأوراق بالورق. نعم. يقول لك عندك درهم تدور إذا في درهم ولا في نص. صحيح. صحيح. طيب طالعك السبب أنا أقول لك ليش الآن الورق لولا كفالته صحيح ما أصبح ما له قيمة. صحيح. لكن هذا كان قيمته فيه. صحيح. يعني الناس يعني مثلا أنا اشتريت دينار ضارب ملقة من أفغانستان تصور، لأن ما ينظر إلى من سك القطعة ولا وين سكت ولا ينظر إلى وزنها. صحيح. دينار مقابل دينار. صحيح. نعم. صحيح. طيب سادي خلينا نتحدث عن بعض العملات اللي عندك ما شاء الله. يعني عندي كم أنا كنت مفكرها عملات ورقية، ولكن نعم. هذا حافظ نعم. للعملة. لكن نحن بس بغينا نعرف المشاهد الكريم عن أن النقود أن النقود لم يقتصر يعني أهميتها على تداول أو التداول أو عملية تسهيل البيع والشراء، وإنما
استخدمت في تحديد العصر العباسي كوسيلة إعلامية كانت تقوم بدور الإعلام. حلو. فعلى سبيل المثال عندما بويع الخليفة الرشيد بالخلافة في منتصف العام ظهرت مجموعة تنادي بأحقية جعفر بن الهادي للخلافة. للخلافة. فأمر الرشيد بأن يسك دينار يكتب عليه مما أمر به عبد الله هارون قدم العبودية لله. أيوة. أمير المؤمنين، أي أنا الخليفة الشرعي. أيضا حتى عزكم الله قطاع الطرق واللصوص سكوا نقود. حلو. وسخروها لهدفهم لأغراضهم. صحيح. فعلى سبيل المثال واحد عزكم الله كان يسمى أبو السرايا السري بن منصور. هذا كان قاطع طريق، دعاها الخليفة من خلال واليه على أصفهان أهرزم بن عيون إلى أن يكف أذى عن الناس مقابل يدفع له راتبه ورجاله، فانصاع لأمر الخليفة حتى أن تولى المأمون الخلافة الرسمية في 182 عفوا في 98. حلو. أنقص من ماله ورجاله. فعاد في التمرد من جديد واحتل الكوفة في 199 وضرب درهم كتب عليه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طالما نتكلم عن اختلاف النقود واختلاف هناك درهم عندي والله ما أدري وين، ما شاء الله كثار تكاثلة الضباع على خراشي فما أدري وين حطيته لثائر من الثوار وايد عملاق. طيب طيب لين يطلع الدرهم اسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم. حلو. موجود معك بعد؟ موجود والله موجود موجود. طيب طيب هذا هذا ثار على الخليفة المهتدي. أيوة. في 255 عرفت ثورته بثورة الزنج أو صاحب الزنج. واستمر في طغيانه وقتل للمسلمين حتى 272 عندما تمكن أخو الخليفة من قتله في ذاك الوقت. هذا اللي قتل أكثر من 1.5 مليون من المسلمين يكتب على على درهمه ودناره. أيوة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. جميل. قصص واقعية هذه جميلة. وفي الوجه الآخر يكتب ومن لم يحكم بما أنزل الله. طيب. فأولئك هم الكافرون. جميل. إحنا أسفين على المقاطعة لكن خلينا نشوفه اللي موجود أساس نختم الفقرة لأن الوقت انتهى. نشوفها مع بعض مهند، لأن أعتقد الموضوع يبي له يعني حلقات حتى نتحدث. والجميل إن شاء الله من يتخصص في هذه الأمور ليس فقط باحث يجمع عنده ويخزن العملات، إنما مثقف نفسك أستاذي عنده هذه المعلومات الكبيرة وهذا التاريخ اللي الواحد يعني يعشق من خلال حديثك الجميل. بارك الله فيك أستاذي. وطبعا أنتم في قناة الشارقة وإذاعة الشارقة يعني ما شاء الله أهل الثقافة. الله يبارك فيك. وأنتم رعاة للمثقفين. الله يبارك فيك. يعني أنا أقول دائما أقول للنقود مرآة للحضارة الإسلامية. جميل. شكرا لك أستاذي. الشكر مشاهدينا الكرام موصول للأستاذ عبد الله بن جاسم المطيري على هذه المعلومات الجميلة، وإن شاء الله نستكمل معك هذا الحديث في حلقات أخرى. بارك فيك.